بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة هنركب مع بعض الفيوتك او الفوم بديل الجبس بالزوايا بالبنوهات. هنوريكم شكل جديد وسهل التنفيذ. اول حاجة عندنا احنا بنبدأ نقسم الجدار والمربعات او البنوهات اللي احنا عايزينها بالخيط، وبعد كده الخطوة الاولى بنركب الزوايا زي ما انت شايف كده. طبعا حد هيسألني ينفع اركب العيدان الاول الفوم او الفيوتك وبعد كده اركب الزوايا؟ لا، هتصعب على نفسك. ليه؟ زي ما انت شايف كده بتركب الاربع زوايا وبعد كده بتقيس الوصلة اللي هي العود طولي، طوله مثلا 2 متر، هتركب 2 متر، طوله 1.5 متر، هتوصها على قدها وهتركبها بنفس الطريقة دي. تمام، هتشوف الشكل النهاردة ان شاء الله هيعجبكم. متنساش لأول مرة تشوف القناة يشرفني اشتراكك في القناة، وتحياتي لكل الدول العربية بالأخص الجزائر والمغرب والسعودية وفلسطين وتونس والعراق واليمن وليبيا ومصر وكل الدول العربية. طيب احنا بنلزق هنا الفوم او الفيوتك بالسيليكون. تمام، بنلزق بالسيليكون الألماني، يعني يفضل تشتغل بالسيليكون الألماني او السيليكون العظمي، هم دول افضل انواع السيليكون. زي ما شفتوا من شويه القطعيه معايا عدله خالص اهي، لان الزاويه بتكون عدله. لو بتركب الزوايا الاربع زوايا بيبقى القطعيه بتاعتك عدله. وزي ما قلنا فكره البنوهات هي تعتبر فكره موفره عن الجبس وفي الشكل، وفي نفس الوقت خفيفه. والجبس عموما بيكون فيه ثقوب كتير، حلاوة الفوم ان بيكونش فيه اخطاء ولا فيه عيوب زي الجبس. تمام، الحاجة التانية اللي في الفيوتك ان هو ممكن المية ما تأثرش فيه عكس الجبس. الجبس لو جه عليه مية بيبوظ ولونه بيصفر. طيب الفيوتك او بديل الجبس المية ما بتأثرش فيه وسهل المسح وسهل برضو الدهان، مفيش اي مشكلة. طيب يلا بينا نشوفه بقى تكملة الشكل. بعد ما خلصنا احنا البنوهات المربعات اللي بره، هنبدأ نعمل المربعات الداخلية بنفس الطريقة دي كده. احنا خدنا 5 سنتي داير ما يدور، برضو عملنا خطوط، بس هنا الزاوية بقى عندنا بتبقى زاوية 45 زي ما انتم شايفين من اليمين ومن الشمال، عشان هنا القطعية عندنا بزاوية، لازم يكون في زاوية. وطبعا احنا عاملين مقاطع واضحة لطريقة القطع الزوايا كلها من الألف للياء. النهاردة احنا بنفرجكم برضو الشكل مع التركيب على السريع، يعني مش هنطول عليكم يعني. وهنا برضو بدأنا نركب من تحت كده، الشكل عندنا بدأ يظهر خالص اللي احنا عملناه ده كده. الأربع بنوهات، الخطوات اللي بعد كده اللي هي بتكون الدهان والمعجون الفواصل بعد ما بتخلص، ويفضل تشتغل الكلام ده تاني يوم. يعني تاني يوم هتبدأ تمعجن الفواصل بمعجون دهانات عادي وتبدأ تصنفره، وبعد كده تدي أساس وتشطب دهاناتك عادي مفيش أي مشكلة. فكرة سهلة خالص وبسيطة. وكان معكم اخوكم محمود الحلواني، ولو الشكل عجبكم ياريت تكتبولي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك لو انت مشترك، لو انت مش مشترك. وطبعا نوجه تحياتي لكل الدول العربية اللي انا نسيتها ولم اذكر اسميها بسبب ان المقطع صغير، وكل الناس حبايبنا ويشرفني اشتراكهم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.